للمزيد ينضم الينا الاستاذ عبد المهدي مطوع المحلل السياسي الفلسطيني. استاذ عبد المهدي، بدايه برحب بحضرتك على شاشه اكس نيوز الى هذه التغطيه. في الحقيقه الجهود المصريه بدات منذ اندلاع هذه الازمه، ومنذ 7 أكتوبر تحركت الدوله المصريه على مستويات عده. سؤالي حضرتك الاول بدايه، كيف تنظرون الى هذه التحركات وانعكاسها على المحيط السياسي الفلسطيني؟ يعني اولا هذه التحركات التي بدات منذ بدايه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه هي ربما التحركات الوحيده التي اثرت على حياه الناس وصمودهم، الدفع والضغط من اجل فتح المعبر لادخال المساعدات وخصوصا الطبيه ومحاوله انقاذ الجرحى هي التي اعطت املا كبيرا واعطت دفعه معنويه للشعب الفلسطيني، لان تعزيز الصمود يحتاج إلى مقومات، وهذه المقومات الأساسيات هي المواد الأساسية والطبية ومعنويا أيضا المناشدات والتغطية الإعلامية بشكل كبير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. هذه كلها مجتمعة مع المجهود السياسي والدبلوماسي التي قامت به مصر دفعت في اتجاه تغييرات مهمة على مستوى ما يتم طرحه القضية الفلسطينية، من ابتداء من السيناريوهات التي تسعى إلى فصل غزة عن الضفة وصولا إلى تحويلها إلى أن تكون في إطار حل سياسي ومشروع سياسي يتضمن حل الدولتين في إطار الضفة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية كإطار عام لهذا الموضوع. طيب أستاذ عبد المهدي، في الحقيقة البعض وصف الدبلوماسية التي تتعامل بها الدولة المصرية بأن هي دبلوماسية خشنة نوعا ما فيما يتعلق بنظرتها للقضية والأزمة الفلسطينية. سياسة المكشفة منعت بشكل أو بآخر الخطة التي وضعت من أجل التهجير القسري للفلسطينيين. السياسة دي كانت مدعومة بشكل أو بآخر برغبة المواطنين في فلسطين بأن هم لن ولم يتركوا أراضيهم. أيضا عايز أعرف رؤية حضراتكم ونظرتكم لهذه التحركات. أولا فيما يتعلق بهذه السياسة الخشنة، أرادت مصر أن ترسل رسالة واضحة أنه ما يتم الحديث عنه في الغرف المغلقة هو تماما ما يتم الحديث عنه كموقف مصر في وسائل الإعلام، وربما لاحظنا ذلك في استقبال وزير الخارجية الأمريكي أثناء زيارته للمصر. هذا جانب. الجانب الآخر كان الضغط من أجل فتح معبر رفح وربط إخراج مزدوجي الجنسية والأجانب من المعبر عبر ربطها بوصول المساعدات وإدخال المساعدات وحتى إخراج الجرحى، وقد تكرر هذا الأمر عدة مرات عندما حاولت الولايات المتحدة أو دول أوروبية لم تضغط بشكل الكافي الذي يجبر إسرائيل على إدخال المساعدة. هناك أيضا الكثير من الخطوات التي اتخذتها مصر، وأصبحت الآن يعني مطار العريش وميناء العريش وبورصة العريش المحطة الرئيسية لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني بمختلف جهوده، وهذا يعني يركز على أيضا الجهد التطوع الذي يقوم به الشباب المصري في إطار الهلال الأحمر. كل ذلك ينظر إليه بنظرة مهمة من الشعب الفلسطيني، أن هناك فارق كبير بين من يتحدث كثيرا ويفعل قليلا وبين من يتحدث قليلا ويفعل كثيرا، وهذا مهم في إطار العلاقة بين الشعبين. طيب أستاذ عبد المهدي، وإحنا بننظر برضو إلى مواقف الدول، البعض يمكن حضرتك تطرقت للنقطة دي، تحدثت عن المواقف الدولية، إلى أي مدى التحركات المصرية والدبلوماسية المصرية والرغبة المصرية بشكل أو بآخر في انتزاع مواقف دولية مختلفة أو تغيير نظرة أو كشف حقائق، خلينا نقول إلى أي مدى نقدر نقول إن هي حتى هذه اللحظة نجحت الدولة المصرية في انتزاع هذه المواقف الدولية تجاه هذه القضية؟ أنا باعتقادي أن مصر نجحت بشكل كبير في هذه المواقف، إذ رأينا التغيير الذي حدث في موقف مثلا الولايات المتحدة التي تحدث فيها الرئيس بايدن في بداية وصوله يوم 7 أكتوبر في زيارته لإسرائيل، زيارة الدعم لإسرائيل، عندما قال أن حل الدولتين ليس على جدول العمل. الآن الولايات المتحدة تتحدث بقوة عن موضوع حل الدولتين، وهذا التغيير لم يأتي من فراغ وإنما أتى من الموقف المصري الذي دفع باتجاه أن يجب أن تحل هذه
القضية من جذورها، وليس التعامل مع الحدث فقط لإنهاء هذا الحدث بطريقة دون الوصول إلى جذور المشكلة، وهي الاحتلال الإسرائيلي والتهرب الإسرائيلي من حل الدولتين على مدار السنوات الماضية. وقد قامت مصر في هذا الاتجاه بعدة خطوات دبلوماسية، منها مؤتمر القاهرة وما تلاه بعد ذلك من توافقات مع الأردن ومع السلطة الفلسطينية بشكل توحيد موقف رسمي، أولا لتفويت الفرصة على كل السيناريوهات التي تتحدث فيما بعد الحرب، وهي سيناريوهات تهدف بشكل رئيسي إلى فصل غزة عن الضفة وإنهاء القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر. كل هذا أتى تأسس بناء على الموقف المصري منذ بداية الحرب. طيب أستاذ عبد المودي، في الحقيقة النقطة المتعلقة فيما بعد الحرب أو ما بعد الأزمة كان هيبقى محور سؤالي القادم لحضرتك. تعددت السيناريوهات المتعلقة بماذا سيحدث بعد هذه الأزمة، سيناريوهات للضفة، سيناريوهات لقطاع غزة، كثرت الأحاديث، ولكن مصر دائما ما تتبنى موقف واحد، وهو أن الحل يجب أن يكون فلسطيني فلسطيني، ويجب أن يتواجد العنصر الفلسطيني بشكل كبير في رسم بشكل أو بآخر مستقبل وطني. إلى أي مدى من وجهة نظر حضرتك ساهمت الدولة المصرية في السعي نحو توحيد جبهة فلسطينية موحدة حتى قبل 7 أكتوبر؟ أولا يعني منذ يعني سنوات مصر تقوم بدور رئيسي للم وحدة الشمل الفلسطيني بهدف أن يكون هناك تمثيل واحد فلسطيني لإجبار إسرائيل العودة للمسار السياسي. هذا جانب. الجانب الآخر فيما يتعلق في السيناريوهات، كل السيناريوهات التي تحدثت خلال الفترة الماضية كان الهدف الرئيسي وكانت ظاهرة للعيان هو إنهاء القضية الفلسطينية، بما فيها أفكار التي طرحت للتهجير سواء كان التهجير القسري أو الطوعي، كله يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية. لذلك كان هناك محددات واضحة مصر تبنتها، وهو محددات تبناها ايضا القياده الفلسطينيه، وهي تتعلق بمجموعه من الخطوات السياسيه. اولا وقف اطلاق النار النهائي قبل الحديث عن اي مواضيع سياسيه تتعلق في مرحله ما بعد. الامر الثاني ان من يقرر الشكل والطريقه التي ستدار بها الامور بعد الحرب هو الشعب الفلسطيني بكافة فصائله. الأمر الثالث وهو أنه أي حلول مطروحة، حلول سياسية مطروحة، يجب أن تأتي في إطار حل سياسي شامل وليس بشكل منفصل، أي أن تأتي في إطار الوصول إلى الدولة المستقلة، وهذا معنى وهذا يعني أن تكون هناك مسار سياسي يشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية كدولة فلسطين. طيب أخيرا أستاذ عبد المهدي، لو طلبت من حضرتك تصف لنا المشهد وتوقعات حضرتك أيضا للقادم في فلسطين. يعني أولا أنا لا أريد يعني أن أرسم صورة يعني معجبة، لكن الحقيقة أن الوضع كارثي على المستوى الإنساني في قطاع غزة، وأنه ما فعله الاحتلال الإسرائيلي سنستمر في دفع ثمنه لسنوات، لأنه ضرب بنى تحتية وضرب يعني كل ما يتعلق بتواجد الحياة في قطاع غزة، ولم يحقق مكسب واحد حتى اللحظة. هو متعمد، هو بالنسبة له يعني دعينا نقول هو بالنسبة له ينظر للأمر بشكل مختلف، هو ينظر إلى ماذا سيحقق بشكل استراتيجي في المستقبل. تحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة بالنسبة لإسرائيل هذا مكسب استراتيجي، لأنه سيدفع الفلسطينيين، هكذا يعتقد، سيدفع الفلسطينيين إلى سيناريوهات. الوضع الإنساني صعب جدا في قطاع غزة، تحتاج على الأقل حتى نرجع إلى شكل من أشكال الاستقرار بعد وقف إطلاق النار إلى أن تكون هناك اتفاق فلسطيني على المرحلة القادمة، وإلا إذا استمر الانقسام الفلسطيني بعد هذه الحرب لن يحصل الفلسطينيين على ما يوازي حجم التضحيات التي قدمت فيها. صحيح. أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ عبد المهدي، مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.